مهما اختلفت أذواق الطهاة في اختيار مكونات الفلافل بين بلد وآخر، فإن هذا القرص المستدير يظل رمزاً للطعام العربي الأصيل الغني بجمال الشكل وطيب المذاق. ورغم أن الإسرائيليين يدعون في المعارض الدولية التي تقدم الطعام أن الفلافل اختراع يهودي، إلا أن الموسوعات العالمية تجمع أن هذه الأكلة جزء من هوية التراث العربي. الفلافل هي للغلابة، يعني للفقراء، للش اسمه، يعني ما معروفة، يعني حبة الفلافل معروفة إيش هي. يعني كنت أتذكر أنه كان يعني حوالي 5-6 محلات في البلد بس على بعضهم. عادي الوقت ما شاء الله كل شوية تلاقي فيه محل فلافل، كل شارع بتلاقي فيه محل فلافل، وهي الوجبة تعتبر الوجبة الرئيسية للناس كلها. ليه؟ لرخص ثمنها، وإنه يعني في متناول الجميع، الفقير والغني وكله بيأكل منها. يختلف ثمن الفلافل اختلافا كبيرا تبعا لمنطقة المطعم وتصنيفها السياحي. ففي المناطق الشعبية وسط عمان تباع شطيرة الفلافل بما يساوي نصف دولار، بينما يقفز السعر إلى أكثر من دولار في منطقة راقية. الفلافل بضل فلافل، ولكن الأسعار يعني تروح لمطعم اثنين زي كثير، بس لأن المطعم مثلا بمنطقة متواضعة أو منطقة شعبية أكثر بتكون الأسعار نص سعر اللي ممكن تدفعه بالمطاعم السياحية. أصحاب المطاعم يرون أن جودة خلطة الفلافل هي العنصر الأساس لإقبال الزبائن، لكن مكان المطعم ومستوى الخدمة ضروريان أيضا، ويضيفان رونقا على سر الخلطة التقليدية العريقة. الزبون بيجي على المطعم ليجي يأكل عندك مثلا فلافل وحمص وفول، بده أكل مرتب، بده خدمة مرتبة، بده نظافة مكان، هذا هو كل شيء. أما مثلا أعطيك مطعم 5 نجوم أكل مش طيب، مش زاكي، ما بزبط. وتضم موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية رقما قياسيا سجله 10 طهاة في فندق لاند مارك في عمان لأكبر قرص فلافل في العالم عام 2012، إذ بلغ قطره 130 سنتيمتراً.